من جهة الشك على اتفاقية هامة هامة من حيث مبالغها المالية، لكنها هامة كذلك من حيث المقاربة، بحيث أنه هذه الاتفاقية ولأول مرة تشكل عمل مشترك ومقاربة مشتركة بين الوزارة وبين الجهة للاهتمام بمجالس قروية التي لم تستفد من المجهود التنموي كما استفادت مدن أخرى في المغرب. وبالضبط بالنسبة للجهة الشرقية، هذه الاتفاقية تهم 96 مركز قروي، ونتمنى أن المساهمة التي ستقدمها وزارة السكن والتي ستصل على الأقل إلى مبلغ 500 مليون درهم في الخمس سنوات المقبلة، وإن كانت هناك حاجة إلى أن نضيف سنجتهد في هذا الاتجاه، ونتمنى أن هذا المبلغ يشكل قاطرة بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية من أجل أن تذهب إلى نفس هذه المراكز، من أجل أن تعطيها فضاء لائق أكثر وأن تستجيب للانتظارات الكبيرة. نعلم أننا هنا في مناطق حدودية، نعلم أن هناك تحديات كبيرة مطروحة في أقاليم أساسية مثل الكيك، مثل الفضاء، مثل الإقليم ديال الكاسيف، مثل الإقليم ديال التوغير، مثل الإقليم ديال الناظور، مثل الإقليم ديال وجدة في العمالة بنفسها أو غيرها، ولذلك عبر كان، ولذلك أعتقد أنه من الضروري أن نواصل هذا المجهود الذي سنعمل على تعميمه على باقي الجهات. أولا هذه الاتفاقيات هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، يعني لأول مرة يكون واحد الاتفاقية اللي فيها الجهة والسكنة والشباب والرياضة الداخلية اللي كتهم العالم القروي، يعني العالم القروي الصراحة كان يعرف واحد الخصاص وواحد التهميش، يعني بالنسبة للسكنة، يعني الحمد لله بالفضل المبادرة ديال سيدنا ديال لتحديد الفوارق ما بين الأقاليم وبين الجهات اللي كتهم العالم القروي هو لو فون ديفلوبمون ريفا. اليوم مشينا في نفس التوجه، اننا بغينا نخلقوا واحد الثوره بالنسبه للسكنه حتى هي تشارك في التنميه ديال العالم القروي اللي غادي تستافد منه 96 جامعه قرويه، يعني بدون استثناء. فقط اردت ان نبين السيد الوزير ان اقليم الناظور والدرويش هما بدون اتفاقيات، يعني اذكر جميع ان كاين اقليم في كيك 110 مليون بدون هذه الاتفاقيه، من غير هذه الاتفاقيه كاين جراده، كاين وجده، كاين بركان، ولكن كاين اقليم ديال الدرويش والناظور اللي ما استافدوش بالاتفاقيات السابقه، يعني تقريبا هذه سنتين وهما متوقفين الاشغال بها بالنسبه للسكنه. اليوم كاين واحد الاتفاقيه راه جاهزه وراه نبهت السيد الوزير عليها باش غادي ان شاء الله يمضيها اليوم اللي يستافد منها اقليم الناظور، يعني المدن المدينه هي الناظور، بني نصار، سلوان، والعروي، وزيو، يعني المدن، يعني المدن الحضريه اللي في وسط. وكاين اقليم الدرويش هو اللي فيه الدرويش وميدار و الله اعلم فيه جوج تاع وبن الطيب، يعني المدن، هذو المدن اللي ما استافدوش بهذا البرنامج ديال العالم القروي غادي يستافدوا بواحد الاتفاقيه اللي خاصه بهذا، ولا سيما ان الناظور اقليم الناظور مقبل على مشروع ضخم وهو ناظور وست ميد اللي لابد خص يتواكبوا هاد. وفي هذه المناسبة نتمنى الوزارات الأخرى والقطاعات الأخرى تمشي معنا تواكب معنا هذا المخطط اللي كتوجد فيه جهة الشرق، والحمد لله باعتراف السيد الوزير كيقول لك هذا نموذج يحتذى به، ولأول مرة جهة كتقدم واحد البرنامج يعني مكتمل وفيه صورة واضحة للتنمية ديال العالم القروي. سيد الرئيس، سؤال أخير يعني عن الغلاف المرصود للمضمون هذه الاتفاقيات، الغلاف المالي. تقريبا في 1,500,000,000 درهم، ولكن في عدة متدخلين، في السكنة، في الجهة، في الداخلية، في وزارة الشباب والرياضة، يعني في عدة قطاعات المشاركة معنا. شكرا.